شو غريبة توا؟ امروز ان شاء الله میخوایم حلوای کبش و مانی اصیل درست بکنیم. خیلی مقویه، خیلی. یالا روحنا. اینم سنگینه. حظ القاتل. يلا سير شيله سير. اليوم لكن في البداية وعلى مرجع الصفر عطلك الحق الكبش. وشته بري. تحت بعد شفنا المرجل هذا حليب بكر طازج شيله قوي طازج بالوش اضافه كوني مخلط يا مخلى بعد مرور 4 ساعات الحين نحط السمن العماني سمن البقر العماني الاصلي هذا 4 ساعات روغني محلي اضافه كريم بوي كمون بوي زيره داره ميده روغنش عبادي ايش تسوي الحين؟ يا سلام كيف السمن؟ والله خطير السمن هذا يا عيني انا مريض ترى انا انت من بدو تعالج بتصح ان شاء الله هذا سؤو ما شاء الله ريحه هذا الاعشاب الطبيعيه مراهن ذراي ابيوي محلي تركيبه شذوق كان جاندي مودل السمر العماني كميه متعافيه منه علشان تعرف كيف قيمتها اصلي اصلي عماني ايش اضافه بكوني حف شيشي عسل لكن شو فايدة شو فايدة الحلوى شو فايدة شو فايدة هذا مقوي مقوي حق الطعم خلط خلط يا مخلط حلوى الكبش علاج الأوليين علاج لكل الأمراض علاج شو حلوى كبش مقوي علاج حمي مرضات مخصوص كسانين دوتو زندران انفجاراتي بوم انفجار يا سلام حلوای معروف عمانی هست به اسم حلوای کبش خیلی معروفه بس همه جا نیست یعنی نادره یعنی همه جا درست نمیکنن گرون هم هست غالی هم هست یعنی به نصف کیلو تقریبا 20 ریال عمانی حول و حوش مثلا 2 میلیون تومان بالایرانی ولی این یک قاشق یک کبش بخوری دیگه تمام خلاص كيف؟ خرافية خرافية حلوة مصيبات مصيبات